الله ما بك درويش وعد ولادي يعيش افتتاح يوم الخميس تفرج الغالي والدرويش اللي مولادي يعيش عندهم افتتاح وتفرجوا عشية وصباح يوم التيل الأقاليم الجنوبية وقد أتت الدعوة فلبى نداء هذا الإقليم. السلام عليكم اخوان. اليوم الفيديو ديالنا غادي نمشيو للموسم ديال ولادي عيش اللي كيتقام يعني الموسم الثقافي ديال ولادي عيش. المهم كنا مع واحد الصربه ديال مروان العلام وسولناه وشنا كيفاش الترتيبات الاوليه كيفاش تيبداو كيفاش تيتفقوا على الطلقه ديال البارود. المهم خليكم معنا في لا فيديو وما تنساوناش بالدعم وبالاشتراك. والاخوان الى شتونا ما بقيناش لحنا الفيديو عرفوا راه كتفرجوا وما كديروا لا لايك لا اشتراك، يعني هادشي ما تيحفزناش باش نكملوا في هادشي. يعني كما تنقولوا غنبقى ديما نقولها راه الا ما سطوش الفيديوهات بزاف عرف راه الدعم ما كاين. انت نهضر مع الناس اللي متبعينا والناس حتى الناس الجداد، يعني ما فيها باس الواحد تفرج يعطينا واحد لايك وعطينا واحد التعليق يكون زوين باش يشجعنا نمشيو للمواسم ولا نمشيو للبلايص ديال السياحه ولا اي بلاصه كما كانت مزيانه. ومن خلال هذا اليوم الاول يعني حاولنا نسجلو حتى مع الناس ديال اللي جاوا من الصحراء المغربيه، يعني مجموعه ديال الخياله بالعودان ديالهم وعندهم واحد الطلقه يعني مختلفه. على سولناهم على ديك الطلقه وسولناهم على انواع ديال الخيول اللي كيستعملوا. المهم هادشي كامل غتصيبوه في الفيديو اللي عندنا اليوم. يلا خليكم مع لا فيديو بلا ما نطول عليكم وسمحوا لنا. السلام عليكم. هذه العمليه خويا تبدا بالتسمار ديال الخيل، العود تيكون طايف تتجيبو للموسم تقدر تسمرو في المحل، الا ما كان السمار عندك في المحل تتجيبو حتى لهنا للموسم تيكون السمار كثير. يعني ضروري في كل موسم خاص تبدا؟ لا ماشي في كل موسم، دابا الا كان طايف. دابا الاغلبيه الا كانوا مواسم راكبين ثلاثه مواسم الاربعه تيدوز في تسميره واحده، الا كان العود راكد مات الناس 6 شهور ولا 7 شهور تتجيبو تيكون طايف، خاص ضروري تنقص من الرجلين ديالو. الا كان مطايف يطيح بك، يقدر يطيح بك وسط المحرك، يقدر ما يجريش بك، يقدر يبقى غادي يجري يدمر بك في وسط المحرك تطيح حتى وياه. الا ما كانش مسمر، ماشي الا ما كانش مسمر، الا كان بيت على المطامر هذوك هما كل شيء راه كل محلك والمكان ديالو، كاين اللي ترابي كاين اللي راك ايه ضروري، راه كل البلاد وجايها، كاين البلاد اللي تمشي لها رطبه كاين البلاد اللي تمشي لها قاصحه. مثلنا هذه هي البلاصه اللي مزيانه المرقد ديال بن عمير هو اخ البلاصه اللي كاين الرطبه فيها. الرطبه بحال ديال ولادي عيش اليوم راه مزيان الحمد لله، مرقد مليح هذا هذا فيه تراب مليح، المهم راه محرق كاع كامل مزيان هذا. ونطلبوا من الله السلامه والتيسير للجميع. واحد بالنسبه للمده يقدر حتى لشهرين، شهرين يبدل الصوالح. شهرين شهرين كيتبدل. إلا كنتي داير الرومية تتبدل لي غير المشامر. كنتي داير العادية هذيك راه شهرين ثلاثة أشهر كاع تتحيدها. إلا تعطلت. حقاش هذيك راه ماشي هند غير حديد. بالنسبة للنواع نوع واحد اللي كاين في الصفايح. لا ما كاينش غير نوع واحد، كاينين نواع في الصفايح. كاين الرومي وكاين العادي. دابا هذا اللي تنديرو حنا دابا غير العادي. ماشي الناس السيد اللي غادي يدير لنا الرومي. الفرق ما بين الرومي والعادي. الرومي أخويا تيضرب العام. يضرب العام وتبدل ليه غير المشامر ويبقى خدام هو نيت. صافي عاد تسخنوا تتقادوا تاني على الرجل، ولكن خاصو مالي الا ما كانش مولاه ما غاديش يخدم. بحال الرومي يقدر ما يخدموش هذا السيد هذا. لا شكرا على وجهي. ها انت مبري حيوانات، هذا هو مبري حيوانات. هادي دابا اش تسمى هادي عادي عادي هادي عادي عادي هادي تسميرها عادي. يعني هادي بحال 40 يوم كتبدل 45 يوم 45 تتبدل. وحال كاين هذيك الرومية تيقول الدراري غالية شوية تكون عندها حاشية هنا عندها حاشية هنا، هذا هو الفرق اللي بين بين هادي. يعني كضرب واحد المدة طويلة. لا هي ما خصهاش تعطل فهمتي الرومية راه هند. واش هذيك مازال هادي تعطل والأخرى ما عندها ذوك الحاشيات رجل أون فوا تتكبر تتزير على العود. صدرت هي واحد شهرين تحيد. لا تتبدل تبدل تحيد وتنجر رجل ثاني. الرشافي الحاج علال كان مقدم ديالنا الكاجولي حمد ولد علال، كانوا تيحركوا العبد الله والحسن، كان المعطي ولد الحاج حسن الله يرحم هادشي كاع، كان فنان الله يرحمه، كان شيبوب الله يرحمه، كان قربنا شويه من الحقبه ديال فاش كنتو كتحركوا وما بين دابا. اه
قربنا شويه، كيفاش كانت الوقت، كيفاش كان التحرك ديال المواسم، وكيفاش كاين دابا في هذا العصر ديال الشباب اللي تعاطوا لهاد ديال الخيل؟ كان الخيل اللي الناس تدار على الله وصافي. لا هو يعني كي جاك الفرق ما بين هاد الايام شحال هادي ودابا دروك؟ دروك ولا كلام اخر. هضرنا عليه شويه، انت راك عشتي الفتره القديمه وعشتي دابا هاد الفتره الجديده. كنا هاد التربه ديالنا اللي تنحدك عليها كانت تربه زينه، كنا تنمشيو لثلاثه، يقول ليه اللي كان مادي شنعه هو الكاجولي احمد، تيركبوا ولادو ثلاثه، تيركبوا ولد بنته، حنا كنا تنركبوا معاه حنايا، هذا انا روشافي علال، يركب معاه حشاد محمد باقي، محمد باقي تاعنا انا وحشاد محمد، وكان تيركب هذاك ولد زنجون صالح، وكان تيركب هنان، وكان تيركب العبد الله وحشان، وكان تيركب شيبوب صالح، كنا هادو والمعطي ولد الحاج حشان، وكنا مدحت حنا كان عندنا حد داك حد كانت داك الشيء نقي كان مزيان، كان نقي مزيان، ولكن هاد الشباب ديال دروك كلام اخر ولا تهم. ها شنو اللي فرق؟ واش كل شيء ولا متوفر ولا فرق؟ شنو حاجه جديد لبسه زينه الدراري شبان؟ ايوا هذا الشيء هو اللي كاين الله يعاونهم. بكري عمي واش كان كيفاش كانت تحرك؟ واش كانت يحركوا من جيبكم الخاص ولا كنتوا شي دعم؟ عامل جيبنا الخاص، جيبنا الخاص، ما كانت يعرف لا شي حد والو. اللي بغى يتفضل على شي حد تيجي لعندنا وياكل معنا ويشرب معنا ويزورنا بداك الشيء اللي جاب الله. وبحال دابا شي حد مسكين الا توفى ليه العود ولا كذا، اش كانت دير القبيله مع داك السيد مثلا؟ توفى ليه العود الا بغى يتنفخو يتفارضوا ويشريوا ليه، بحال واحد الا كان مات ليه العود تحته ولا بغى يغرموا لمولاه ما يقبليش، يقول ليه لا ما نقبليش. داكشي اللي كان يعني ما تيقبلش، ما تيقبلش، تيقول ليه ما رضاش ما نشدش، تيدي ليه الهديه ويدي ليه الفلوس وثمن العود، وتيقول ليه اودي لا ما نشد منكش. هذاكشي الشيء اللي كان. وإلا مات ليه في يدو تيتعاونوا مع الناس؟ يا لا مات ليه في يدو بغى يعاونوا الناس يعاونوا، كان تيشيروا له يقول لهم لا ما يعاونني حتى واحد. كان معروف هذا الشيء ديال الخيل بالزرود وبالقليه وكل شيء كان زين. واش باقي ذاك الشيء ولا نقص كما كان؟ عماد زاد تبارك الله، عماد زاد تبارك الله مال تما كان ذاك الشيء قليل اللي هنا هو تيجيب الشنعه. تديروا الناس كاع ديما تديروا كاع القبائل تديروا، يعني تيكون على طول العام، يعني في الصيف في الربيع في كل وقت. شنو هو الوقت اللي تيعجبكم في التحرك اكثر يعني في الفصول ديال العام كامل؟ شنو هو الوقت اللي تيعجبنا؟ الوقت اللي كيعجبكم الخيل؟ اذا كان الوقت بارد شويه، شي شويه بارد، بحال دروك حتى دروك مزيان، جات هاد المنزله جينا من هادي دروك، جات هاد المنزله جينا حتى دروك زين، يعني تيكون الجو معتدل شويه؟ ايه. بحال دابا الا كان سخون ما يعني ما غاتقدروا تحركوا حتى العشيه، حتى الا كان الحال شويه راه الا كان سخون ما تيخرجوهمش الناس، يضربوا يد ولا جات وصافي. اما في الوقيته ديال الربيع ولا هذا لا كان هذاك الشيء واخا تحركي النهار كامل ما كاينش مشكل، هذاك الشيء ما كاين حتى مشكل والي. ايوا دروك الحمد لله راه الله يعاود الوقت. الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير. السلام عليكم، كيدايرين بخير؟ معكم مقدم مروان الزواطي، مقدم ديال شباب ولاد عيش. دابا غادي نبداو العمليه ديال الترتيب ديال البلايص اللي غادي يكونوا في المحرك، كل واحد كنعطيو البلاصه ديالو من المقدم حتى للمعزى كيف ما تنقولوا حنايا. اليمين جيم جهه ديال اليمين، زيد مروان زيد واحد شويه باش هكا جيت تما خلي لي البلاصه ديالي تما. محمد هنا هو محمد، جي حدا مروان تما. جمال هذا جمال دخل هنا. اوكي جمال صلاح هنا هو صلاح اجي اخويا هنا اجي جمال حيد اخويا هذوك السكاكين حيد اجي هنا ايوب اجي هنا هذا محمد هدا اجي لهير اجي اخويا تما جمال اجي حداه يهدر اجي هنا محمد يهدر سعيد رايح تما
اجي عز الدين ريحنا 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 عز الدين عز الدين عز الدين عز الدين عز الدين جي حدا جمال ديري حداك اخويا تما فينا هو المروني المروني فينا هو الشرقاوي الشرقاوي اجي جلس حيدا حيدا سعيد جلس الشرقاوي له حيد حيد بيزه حيد بيزه بيزه ابلات يا اش من دخل برقي ولا ريح هدا ريح الشرقاوي تما 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 هاكا مرواني ريح له ريح هذاك الدري هذا ديك جي هاكا مغروش دخل تما دخل تما دخل تما ها راه ملاه هادو راه ملاه الياس 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 دخل هنا الياس الياس دخل تما دخل تما هذاك سعيد جوج ربعة ستة ثمانية جيت حدا ديرها مروان حدا تما جوج ربعة ستة ثمانية جوج ربعة ستة ثمانية تسعود هاكا أنس أجي هنا أجي هنا بينك وبين هاد بين هذا دخلي تما صلاح واحد دخلت زيد أختي راه شوف راه ماشي حكار شي واحد درتو هنا ولا هذا درتو هنا ولا راه تنتعاونوا كاملين كاملين تعاونوا مع الدراري راه ماشي راه بلاصتكم هي الكبيرة راه ما يمكنش راه انتم خاصكم تقراوا لي الهم راه ماشي حكرت الخيل ولا حكرت واحد درتو للطرف ولا واحد درتو للوسط ولا هو باغي يمشي المظاهر راه ماشي بقات في انا هنا ولا انا جينا نتعاونوا كاملين الله يرحمكم راه جينا اللي ما عجبوش بلاصه يقول لي راه ما عجبتنيش اللي ما عجبوش بلاصه يقول لي راه ما عجبتنيش من هنا نمشيو للمحرك غادي ناضي الله يجبد بلا ما يلقى واحد نطردك قلبه يقول لي لا انا لا انا اشنو هذا بغيت شي حاجه قول اش بغيت تقول لك الكلمه خلي خلي داك العوته هو تما ديال ديال ما نمشاش راه بدني ديال البلاصه صافي الله يسخر المهم عاد نتعاونوا فؤاد شد العود مروان اصبر معنا الله يحفظك راه ماشي حقارتكم ولا درت هذا في البلاصه ولا هذا العود درتو هنا ولا كاع الخيل مليحه كاع الدراري راكم كاملين ناضين كاين اللي في المزا كاين اللي في الوسط كاين اللي حدايا كاين اللي في الجنب كاع غادي انا كاع عارفكم كاملين ناضين بضربوا البارود راه غضربوا ما بغيتوش شغلكم هذا راه ماشي انا راه عليا غادي نغوت ولكن انت تبقى الدرس يبقى عندكم نتوما انا ماشي انا غنتحكم انا في 20 كحله غنزر بوحدي راكم نتوما اللي غتزروا معايا تصنتوا الله يرحم الوالدين ودوما ما نلقاوش واحد اللي يحل العود قدام الاخر نشد على صاحبي ندي معايا ماشي نقول بسم الله وتحل العود قدامه واحد عنده عود متي شويه مازال ما قالهش تحل العود قدامه راه حشومه حشومه باش تخلي تاهو مشى هو واصل المحرك ندي معايا نفك عليه حتى تدخل وشدان ما شوف من عندي انا المزا غادي يشد واحد يشد على جارو ماشي واحد طالق ليا راه غيطلق شي واحد غادي نوقف وغادي نجي نيجان راه شنو الخدمه ديالي انا راه تنشوفك ونشوفك وما يبقاش واحد يطلع ليا هكا ويطلع هكا شوف نداني شان وشد العود ديالك شد على جارك جوج كلمات حنا شحال دابا 20 عود غيرك واحد عاب 15 عاب 14 اللي ما مناش غيبقى العود ديالو مربوط ومرحبا بيا والعود مرحبا بهم تكمل الموسم راه الموسم ديالي هذا ماشي لاعب في جهه اخرى غادي ندوزها بزغمه ديال الماء راه الموسم ديالي هذا كنتي راكب معايا قبض معايا مني نقول لكم كونوا على بال صافي ما بقاش ما نقام البال ديالك يكون عندي وما تقولش هي المكحله لا ساخيه المكحله دايره ما دايره المكحله ما عندك ما عياش قول لي ما عياش نعطيك مكحله اخرى من هنا بلا ما شي واحد يتعذر ليا بالمكحله راه المكحل كامله تيبانوا لي ملاحات كامله قول لي شي مكحله انا ناقصه كاملات المكحل ملاحات تنطل الغوطه ديالي المكحله تنقول انت تقطع بالي هذا قتلوا المكحله و المكحل دو المكحله في التحيه هذا ماشي نقول هذا وكل عاوتاني يشوف البلاد غنبقى نتسنى فيك انا باش نعطيك التحيه تتقادي عودك قادي عودك بلا ما توصلي العود سخون نشدوه بلا ما نوصل جوج كلمات بلا ما عاده تكون خيم قاده مع الخط راه باين مكحل حتى هي من هنا البارود بسم الله ابالي حافظ البيت وهم كلها والمكحل خيل شد شد والمكحل كلشي لوي ماشي المسلاوي ونص جايبه عنده واحد داير لي هكا وواحد داير لي هكا وواحد داير هكا الشي راه ما خدامش راه الفيديو غيحكم لك
رانا نقول لك راه غدا غنلعبها ب 15 راه لا كان شي حاجه غدا غنلعبها نهار 14 بركه عليا اما حتى نلعبوا ب 14 نلعبوا ب 20 ما دير حتى حاجه مقاعل بحال هكا كامل تشد بحال هكا باش واحد داير نكحله جاره بحال هكا واحد داير ليه هكا واحد داير ليه هكا واحد باش جاره في صاحبه مكاحل كامله بحال هكا واقفه دار البارود مكاحل واقفه جوج كلمات فيق معايا راه عطيني الحبه هنا هي الحبه يلا وف وين شويه مقرضين كاين شي لاعب مقرضين لا يا غلام اي اصوت في المكاحله اشو اشو اللعبه ديال اللويه ديال المكاحل بلا ما بلا ما تلويو صافي هز حط حتى تاع المحرك اقلب المكاحلات تكون كحله فيها البارود ازر راحت شويه زر زيد واش باقي تتقادو في الرزز لا غنمشيو ناضينا سفيان نمشيو للمحك ناضينا هادا تكون شي مكحله عامره تنوض هنايا هايا تكون شي مكحله تكون شي مكحله عامره هايا هما هنا ما يبقى ثاني هنا اكون على بالها يا بسم الله يا بليو هاذي ضربي اوووو انكحل خايل اوووو انكحل اوف الله يسخر طلقوا الخيل والمكاحل شدعوا ودي والمكاحل فاش تسمعوا خيل طلقوا الخيل وشدوا على بعضياتكم ولا واحد راس واحد والله ضروري والله يعطيكم العز الله يداويكم الله يسهل عليكم الله يعطيكم النصر واحد تكون بحال التمر واحد ما يعدل واحد كاملين الله يسهل الجميع الله يسهل الجميع الله يحفظ الجميع الله تبارك وتعالى حتى واحد ما يدمى كل شيء يمشي فرحان الله ينصركم الله يعطيكم العز الله يعطيكم النصر الله يحفظكم كاملين الله يسهل عليكم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر الذي صلوا عليه والله صلى عليك يا رسول الله والله صلى عليك يا رسول الله والله صلى عليك يا رسول الله وجنبي Thank you.
مرحبا يا صغير يا كبير مورا انا مرحبا بك درويش وعد ولادي عيش افتتاح يوم الخميس تفرج الغاني والدرويش
اللي مولادي عيش عندهم افتتاح وتفرجوا عشيه وصباح وعندكم اصحاب الرباح بني ملال وعيون الجاليه ودراو شوفي منيه في الدول الاوروبيه دارت العام مشي لكم جديه يتساوي تكلم تشال الهديه خوتنا اللي في اوروبا وعدنا اللي من المحبه ما تقول ما يشوفوا طبق يجي يسال من القبه الناس على المهجر نطلب ربعان منصر يغلم على بلاد البحر والسكنه في القصر مغاربه العالم ديما وتعت الدوام تحقق لي من الاحلام العيش نقاي بلاد خمام والرزق يزيد القدام هما اصحاب الجاليه دعوا مع هاد السيمانه والدراو حدانا العائله ما تبقى بقعانه يفك لهم بيبان الديوانه ودراو ولاد الزواد حفظوا كل مية بلاد تواحد ما يسمعهم تهداد ديما كل واحد مقدم عبور وما عمره ما يكون مقهور في الحسنات مشهور خوتنا اصحاب الجاليه ديما مقدر الباسبور ما نساوش الصحافه زينو درافا خوتنا من صرافا كفا احتمال الدنيا حين عندنا وغزة
وفين سعيد؟ الله حفظك الله حفظك. Thank you.
وباسم سيد الرئيس. تقول ما الصح
على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. باسم مجموعة الفرسان ديال محمد علي المنسوم الذي يمثل الأقاليم الجنوبية، وقد أتت الدعوة فلبى إداء هذا الإقليم، إقليم بني ملال، مهرجان أهل عيش الثقافة والتضامن والفرسان. نحن جينا والله مشغوفين وجينا فرحانين باش نشاركوا في هذا المهرجان الذي اشتقنا إليه، اشتاقت إليه الفرسان. الفرسان ديالنا أتوا تقريبا على بعد 300 كيلومتر، مشاركتنا كانت مشاركة قيمة وجد فعالة. اسم المنطقة منين جيتوا؟ منطقة كنمثلوا من الصحراء الجنوبية، الصحراء الجنوبية، وحنا كنقطنوا الآن في قيادة بوشان، قيادة بوشان جماعة يتحمل، ولكن جذورنا التاريخية العريقة في الصحراء المغربية. مشاركتنا في جميع المنتديات والتظاهرات وجميع المواسم الثقافية إلا وكنمثلوا الصحراء الجنوبية بالخيب الفرسان ديالنا وبالخيول ديالنا وبجميع التقاليد الحسانية المغربية والصحراء المغربية. وجدد وكرر أنها مغربية من طنجة إلى القويرة، وعاش محمد السادس ملك المغرب. وتحية مجددا إليكم وللطاقم التقني الذي أتى إلينا وهجم علينا في دارنا لكي نشاركنا بهذا الأسلوب وبهذه المعطيات وبهذا كل ما يتطلب من هذه المجموعة. هذه المجموعة لها جذور ولها تقاليد كتنسب للشيخ عمر المنسوم الذي شارك إبان عهد المولى الحسن الثاني، شارك بتظاهرة فعالة حيث كرس مهرجان عالمي وطني، وقد قاد 100 فارس، وقد أتى بطلقة موحدة ولباه واستدعاه الحسن الثاني، فقال له ماذا تحب يا شيخ؟ فقال له أمنيته ربما ركنت في نفسه وعاش بها إلى أن مات رحمه الله، واحتمل وتحمل المشعل نجله سي محمد علي المنسوم الذي ترعرع أمامه منذ صبانة، وقد امتطيت الفرس معه وأنا لم أبلغ الحلم. شاركت في عدة تظاهرات في زفاف محمد السادس وفي نجله الحسن مولاي الحسن وفي ازدياد مولانا أميرة لالة خديجة، وهذا ما يزيدنا إلا فخرا ويزيدنا إلا تلاحما ويزيدنا إلا تضامنا في مشاركات منتديات وطنية وإقليمية ومحلية. وشكرا لكم. هضرنا على بعض التقاليد اللي سمعت ديال الجنوبية ديال الصحراء المغربية. التقاليد ديالكم كتحركوا بالعودات أكثر من العود. نعم التقاليد الصحراوية الجنوبية كيحركوا بالعودات ويحركوا بالخيول وكيضربوا البندقيات في الأرض، هذه كتدل على بأن العدو لا كان مخبي تحت فرسان ولا كان مخبي تحت الجدران، فإن البندقية تشمله ويشمله السلاح المغربي. وهناك طريقة نصيرية كذلك. العودة، الفرق ما بين العودة والعودة هي عند الكر والفر، تجري عند تجري سريع، تجري أكثر من الفرس، تجري ولا تستطيع أن تتحكم فيها عندما تخرج البندقية، يعني الجهد اللي فيها ليس في الخيف في الذكور. كيجيوكم التقاليد اللي كاينه هنايا في الداخل؟ جد التقاليد اللي عشناها الان في هذه العشيه. سيدي القاسم بن ملان، يعني هاد الناس يعني كيعيشوا الخيول، لهم تقاليد عريقه في طرنا، سواء في تربيه الخيول، سواء في 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 في, في, في المحرك، سواء في التنظيم، سواء يعني الخيول النسل، عندهم النسل ده كيختاروا اجود الخيول من نسلها ومن حركتها ومن كرها ومن فرها. شكرا لكم مره اخرى. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أوجه الشكر والتحية والتقدير لإدارة المهرجان وللناس استدعونا للمهرجان ولادي عيش الثقافي. احنا في حقيقة فخورين جدا بهذا التنظيم وبهذا المستوى العالي جدا في التنظيم. أيضا نبارك ونتمن هذا المجهود الاستثنائي اللي كان في مهرجان ولادي عيش. أيضا لا يفوتني أن أذكر بالتنوع الثقافي اللي تمتاز به المغرب، فمثلا في مهرجان ولادي عيش نرى التنوع الثقافي في العادات السلوك في التقاليد، من طبيعه الحال لعده صورب كاينه هنا ولا فرق مشاركه. اذا كل منطقه وتمتاز بخصوصيتها في فن التوريده، وهذا ان دل على شيء فيدل على انه
هناك تعددية لكن داخل الوحدة، هناك أقاليم جنوبية، هناك وسط، هناك شمال، هناك جنوب، نلتحم جميعا تحت راية واحدة وموحدة. وأجدد الشكر مجددا لإدارة المهرجان ولساكنة ولاد عيش على هذا الاحتفاء الكبير وعلى هذا حسن الضيافة والكرم اللي امتازوا به المغاربة جميعا. أنت هضر لنا على هذا كيف داز هذا اليوم الأول ديال التبوريضة وكيفاش دازت التحريكة مع الإخوان اللي معك في الصربة. بالنسبة لليوم الأول كبداية، بداية موفقة لنا، ضربنا جوج قرصات ماشي في المستوى ولكن مقبولات بالنسبة لنا هنايا، مقبولات لأن يعني البداية والخيل باقا سخونة، الدراري باقي ما منسجمينش مع بعضياتهم، ولكن الحمد لله قرصات زوينات بالنسبة لي أنا عاجبيني. وبالنسبة لليوم الأول اليوم في التاريخ لأن المهرجان غاب، هذه الدورة الرابعة ديالو وغابت شي 5 سنوات، وهذه العودة ديالو عودة موفقة بالنسبة لي أنا. الصربة عندي من أحسن الصربات، الدراري من أحسن الباردية، توفقنا اليوم في التدريجة في البارود الحمد لله كل شيء مزين. بالنسبة للشاب اللي معكم اللي كان صلق بيه العود، واش الأرضية كتأثر شوية على كانت ساردة بزاف؟ بالنسبة للشاب من الانسجام كما قلت لك، الانسجام ماشي قضية الأرضية، الانسجام اللي مازال الخيل ما مولفاش بعضياتها، مازال تشكيلة خاصنا نغيروها حتى تنصيبوا التشكيلة المثالية. يعني باقي تقريبا باقي غدا الجمعة في العشية والسبت الحد غادي يكون التحرك في الصباح باقي غدا في العشية إن شاء الله، وباقي السبت النهار كامل وباقي الحد في الصباح. وغادي على حساب بالنسبه لي انا بالنسبه للصربه ديالي على حساب الخيل على حساب الركاب، غدا ان شاء الله غيكون كلشي واجد لانني انا عرفتهم وعرفت شنو اللي خاص وشنو اللي ما خاصو، وغادي ندير تشكيله مثاليه غدا ان شاء الله. يعني نحسبوا هذه الحال ديال اليوم بحال شي بروفا. البروفا بدايه، راه اي مقدم خاصو يعرف العود ويعرف الركاب ويعرف الدين، لان ماشي ديما كنلعبوا مع بعضياتنا، اول مره كنلعبوا مع بعضياتنا، الدراري اول مره كيتلاقاو مع بعضياتهم. غدا ان شاء الله غادي يكون احسن من اليوم، اليوم احسن واليوم مزيان ولكن غدا غادي يكون احسن. شكرا. تبارك الله عليك.